مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكم العرض الرئيسي لهذا المساء من الفضائية التشادية. وقعت اليوم وزارة الزراعة على اتفاقية تعاون مع مجموعة بونفيدا البرازيلية، وذلك بهدف تطوير الزراعة في تشاد. كان ذلك بحضور وزير الزراعة السيد قمر السلاك وممثل المجموعة. المناسبة جرت بفندق هيلتون. تقرير محمد عدم. تعد الزراعة من المجالات الحيوية في تطوير أي بلد من بلدان العالم، لذا فقد تم اتفاقية مبدئية بين وزارة الزراعة ومجموعة بوفيدا البرازيلية بهدف تطوير الزراعة الأهلية وإعداد منهاج الخطة الزراعية في تشاد. هذا ولقد انعكس نص الاتفاقية على التزامات تتعلق في مجال الزراعة، تبادل الكوادر البشرية بين الوزارة ومجموعة بوفيدا البرازيلية، وكيفية تحليل التربة والإصلاح الزراعي وتقييم خصوبة الأراضي وتحديد مدى النقص في الاحتياجات الغذائية في تشاد لخلق بيئة زراعية ملائمة للمواطنين. اتفاقية مبدئية للتعاون بيننا وبين المؤسسة، هذه مؤسسة أنغولية ومرتكزة على التجربة والتمويل من البرازيل، فهي طبعا اتفاقية مبدئية الغرض منها إيجاد تمويل وأخذ تجربة لكي نقدر نصعد الزراعة في بلدنا. وقعنا اتفاقية مبدئية، لكن بعدها يتم زيارات لفنيين من أنغولا ومن البرازيل لبلدنا هنا. وتجدر الإشارة بأن الاتفاقية ترتكز حول تطوير الزراعة في تشاد ومواكبة العولمة الحديثة لتدريب الفنيين في تقنيات الزراعة لمساهمة وتحقيق الخطة الوطنية في الحقل الزراعي. واختتم اللقاء بتوقيع على نص الاتفاقية بين وزير الزراعة سيد قمر سليك وممثلي مجموعة بوفيدا البرازيلية. أعلن اليوم وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني الدكتور محمد نظيف يوسف الحملة القومية لتطعيم الأبقار والتي ستبدأ في 8 ديسمبر الحالي. جاء ذلك في البيان الصحفي الذي قدمه بمكتبه اليوم. نتابع. إن وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني ومن خلال الأقسام البيطرية تنظم حملة وطنية لتطعيم الحيوانات في إطار المشروع الإقليمي لدعم الرعي بالساحل بتشاد برابس نسخة 2017-2018 بدءا من 8 ديسمبر 2017. هذه المرحلة الأولى من التطعيم مخصصة للأبقار من عمر ما فوق 6 أشهر. سيوزع 4 مليون جرعة من اللقاح ضد الالتهاب الرئوي المعدي للأبقار، وكذلك طاعون الأغنام. سيجهز لهذه المهمة 69 فريقا من عمال التطعيم. تغطي الحملة 18 إقليما، ويعني بالنسبة الغالبة من المرضى في هذه الأقاليم. تنطلق الحملة بتاريخ 9 ديسمبر 2017 بقرية الجريجر بمركز إداري كارل إقليم حجر لميس. إن التطعيم إلزامي ومدفوع. هذه الحملة هو الحصول على نسبة تغطية من التطعيم ل 30% من السكان للأبقار المختارة لهذا التطعيم. إن الكفاح ضد هذا المرض من خلال التطعيم يسمح للرعاة المستفيد الأول من هذه العملية التي تحفظ الحيوانات من الضياع وتوفر على الرعاة الكثير للاستفادة من ثروتهم. إن نجاح هذه الحملة سيساعدنا من ناحية التمويل من قبل شركائنا في العمليات التالية على الإدارات المحلية، الشيوخ التقليديين وممثلي الرعاة جميعا العمل على إنجاح هذه الحملة التي ستساهم بكل تأكيد في تحسين الإنتاج الحيواني في بلادنا. قام وفد من رجال الأعمال التشاديين والفعالين الاقتصاديين برئاسة نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة حسن أحمد أدم، قاموا بزيارة إلى جمهورية غينيا الاستوائية في الفترة من 29 نوفمبر إلى 3 ديسمبر الحالي، وذلك بهدف تبادل الخبرات بين رجال الأعمال الغينيين في المجالات التجارية المختلفة. تقرير أحمد ياسين أبطح.
إن غرفة التجارة والصناعة والزراعة والحرف اليدوية تشكل حلقة وصل بين رجال الأعمال التشاديين والفاعلين الاقتصاديين من جهة والمستثمرين الأجانب من جهة أخرى، وهي بوابة الدخول إلى الاستثمارات الوطنية والشراكات الحقيقية في المجال التجاري والاقتصادي. لذا قام وفد تشادي من رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين يتزعمهم نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة حسن أحمد آدم بزيارة إلى جمهورية غينيا الاستوائية للقاء نظرائهم رجال الأعمال الغينيين للتباحث حول مجمل القضايا الاقتصادية والتجارية وتنشيط حركة التبادل التجاري وخلق شراكات اقتصادية وفرص عمل بالبلدين، وفي نفس الوقت عرض فرص الاستثمارات الوطنية المتوفرة لرجال الأعمال الغينيين في شتى المجالات سيما الزراعة والثروة الحيوانية اللذان تتمتع بهما البلاد في الوقت الحاضر ويشكلان الجزء الأكبر من الاقتصاد التشادي. كما سمحت الزيارة للجانبين بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم التي تشكل أرضية مشتركة تسمح بالتبادل التجاري وأيضا تبادل الخبرات الفنية والتقنية والزيارات المتبادلة، مما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين. وفي نهاية الزيارة تفقد الوفد التشادي بعض المزارع النموذجية والمشاريع التنموية بكل من مدينة مالابو العاصمة الغينية وباتا ومونغومو. شهد اليوم عمدة الدائرة الرابعة هارون رمات انطلاقة أعمال إعداد الخطة التنموية للبلدية، كان ذلك بحضور ممثل وزارة الاقتصاد وممثل الوكالة الفرنسية للتنمية بجانب عمدة دوائر العاصمة العشر. عايش أحمد دكي. تحديد ميزانيات العمل وتوظيفها وفق خطط مدروسة النواحي العملية تساعد في تنفيذ واستمرارية الأمور الإدارية، ومن هذا المنظور جاء حفل انطلاقة إعداد الخطة التنموية لبلدية الدائرة الرابعة. المناسبة تخللتها العديد من المداخلات، حيث أشار في بدايتها المستشار بإدارة التنمية المحلية بوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي أمباي أوسوم ماجي بأن الوزارة تقف بجانب البلدية لمواصلة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ممثل الوكالة الفرنسية للتنمية إيمانويل باران قال بأنه منذ بداية عام 2017 تم وضع ميزانية من قبل الوكالة لدعم برامج الإدارة الرشيدة، وتعد هذه المرة الأولى التي تستفيد منها بلدية الدائرة الرابعة، مما يساعد في إعداد استراتيجية لتوفير الخدمات التقنية والمالية للبلدية. الخطة السوينة لسدي كان يجي إذا كان ما في شنو أين نقدر نسوه في البلارسوة، ما نقدر نسوه شيء، خدمة الغاني صدو كل خدمة أشوائي. هذا وأن إعداد مثل هذه الخطط يعزز من مساء التنمية التي تنتهجها الحكومة عبر البلدية لتنفيذ برامجها الخدمية. ترأس حاكم إقليم تانجلي داود كينيفور أعمال ورشة التبادل حول وضع الاستراتيجيات الخاصة بالتنمية المستدامة لمركز خدمات ناسو، كان ذلك بحضور منسق مشروع البنية التحتية محمد عثمان صالح. تقرير عباس أبكر مصر. بغية تحسين حياة العالم الريفي سيما الرحلة، نظم مشروع البنية التحتية الريفية والرعوية بدعم من البنك الإفريقي للتنمية ورشة للتبادل حول وضع الاستراتيجية لإدارة المستدامة لمركز الخدمات بمنطقة نسو التي تبعد عن مدينة لاي بحوالي 35 كيلومتر. في مستهل حديثه المندوب الإقليمي لتنمية العالم الريفي بتنجلي تطرق إلى مدى فعالية المشروع في تنمية العالم الريفي والرعوي بالإقليم خاصة في الوقت الراهن. منسق مشروع البنية التحتية الريفية الرعوية عثمان محمد صالح أوضح بأن من برامج المشروع تنمية القطاع الريفي الذي سيسهم في تحسين أوضاع المعيشية للقرويين. حاكم إقليم تنجلي داود كينيفورا أكد بأن هذا المشروع يتطابق مع سياسة الحكومة الرامية إلى تنمية العالم الريفي والرعوي. وفي نهاية المناسبة زار الحاكم والوفد المرافق له المراكز الخدمية التي تم بناؤها من قبل المشروع. شهدنا يعني نشهد فالحمد لله هو البروجي يعني عمل أشياء كويسة. الحكومة يعني بزعامة الرئيس إدريس ديبي إتنو، لأن في حاجة أنا لاحظت شفتها ما يكلف الأمر قاعدين يجتهدوا عشان يصحوا الأمور للناس القاعدين في الكرة برا. هذه المراكز الخدمية تم بناؤها في 11 إقليما بالبلاد،